كنت يعني لو مهتمة رجع بيه بيك أكتر. الزمن هتغير حاجات كتير كنت طبعا بتعملها طبعا. سواء في الوسط في شغلك أو مجال البحة زيك؟ زي إيه يوسف؟ يعني ضيعت حب تحب من تقول؟ إيدك؟ أكيد طبعا. ندمان عليه؟ جدا. ضيعته علشان الشهرة لا 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 لا، ما كنتش واخد بالي. ما كنتش واخد بالك إن هي بتحبك بقى أصلا؟ بالنجاح يعني والشهرة في أغنية كانت دايما بتتقال أما بنكون في مناسبات، ما اعرفش انها ليه. والله اغنيه ايه؟ قول. قلبي لك ميال. الله، ما فيش غيرك على البال. وبعديها بكذا سنه في اغنيه تانية برضو ما كنتش واخد بالي منها بتاعت ورده. ايه هي؟ قبل النهارده. قبل النهار دي دي قاتله. اما بسمعها دلوقتي بقول ايه العبيط ده. هي راحت فين بقى؟ خلاص بقى. يا دي نصيحه حلوه للشباب اللي بينشغل بنجوميته وفنه ومنديل دي ومغروره وبيتفتن وبتاع، تقول لهم حاجتين بس، خلي بالك احنا بقى احنا جينا بولا حاجه وما نيجي نمشي هنمشي بولا حاجه. يعني خلي بالك لو قابلك الحب الحقيقي ما تضيعوش. ما تسيبوش. يعني مره كنا في شيكاغو وكان في واحده رئيسه سيدات الاعمال بتوعات الشركات الكبيره خالص، كان في 500 سيده، فقالت لي تعالى خلص البرنامج وبعد كده. فهي بتتكلم قالت لهم على فكره انا معايا واحد من مصر هيقول كلمه. طبعا انا عرقت وبتاع وطلعت لقيت 500 نفر، فبيقولوا لي ايه على المراه؟ قلت لهم السيده المفروض تقعد في البيت وما تعملش حاجه وتجيب اولاد، يستحسن ذكر يعني اولاد. عشان نحيسهم بس. يا تمييز. مش قصدي ده، مش قصدي كده طبعا. كله كان يعني لو كان في شباشب بتقول كده. ما هو من كتر الكسوف فقلت نكته، يعني انا مش قصدي كده. فبعد ما سكتوا خالص بقول لهم بالعكس الست دي هي اللي ربتنا، فلازم نحترمها في كل حاجه. احنا واخدين الام او واخدين السيده يعني على الجنب، ده هي كل حاجه. السيدة ممكن تقول كلمتين، كلمة تخلي الراجل يحس انه اسد وكلمة تدمره. يعني قصدي انتوا السند، انما اللي عينيه بتبص دايما بره عمرها ما هتسكت، عمرها ما هتسكت، مش هيشبع. ما هو ادم هي كده خلاص. انما ما واحد يقابل واحدة يا سلام، المفروض يبوس الايد وكلمتين حلوين كل يوم، ما تبصش بره خلاص.